السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كام يوم كنت عملت فيديو بتكلم فيه انك لازم تعمل لنفسك مهرب كل حاجة بتصممها مع الخيل، سواء مصلب زي كده او مشطف او بوكس او حتى منيش، لازم تعمل حساب مهرب ليه. لا قدر الله حصل حاجة في اي وقت تعرف تهرب، ما تعرضش نفسك للخطر، تعرضش نفسك انك انت تصاب اصابة كبيرة من الخيل، لان الخيل كائن ضخم، كائن قوي جدا جدا، وكائن كمان يعني ايه جفول، يعني بيخاف، ممكن يخاف من اقل حاجة فيبقى له ردة فعل قوية جدا ممكن تأذيك جدا جدا جدا. فزي ما قلنا نعمل حساب مهرب لينا دايما في تصميماتنا للخيل، حتى في البوكس، انت في البوكس جوه ممكن الحصان يزنقك، يبقى عايز يرفص، يزنقك في ركن، عايز يزنقك، تعمل ايه مثلا؟ برضه تبقى في دماغك انك انت ممكن مثلا هتشعلق في حاجه او هتطلع على حاجه او بتاع، المهم دايما يبقى عندك الفكر ده. ولكن في حاجه اهم من كده بقى، اهم من انك انت تعمل مهرب ليك تصميماتك مع كل حاجه من خير، اللي هي تمرينات الهورسمانشيب. دي بتبقى انت في امان اكتر بكتير، وفي نفس الوقت كمان حصانك بيبقى في امان، يعني انتوا الاثنين بتبقوا في امان، الحصان مش هيأذي نفسه ولا هي. هم اهم تمرينين للمعامله مع الحصان عموما. هعرفهم. اول تمرين، الحصان وهو مربوط في اي مكان لازم تعلمه ان هو ما يديكش كفل، يعني مجرد ما يحس بيك داخل عليه يروح جاي موسع لك، اتفضل يديك وشه. فالتمرين الاولاني هو الاكثر استخداما، هو والحصان مربوط سواء في المصلب او في المشطف مثلا او مربوط في اي مكان، فانا بعلمه لما اجي داخل عليك تروح جاي موسع لي زي كده، موسع لي ليه؟ انا مفهمه ومعلمه كده بس، عيب فيه. طيب هتبقى معاك كرباج تمام، وهتبدا تروح في الجهه اللي انت لما التانيه وعايز يروح هنا، تبدا تديله الامر وتشاور له، لو ما اتحركش تبدا تحمل عليه، طب لو اتحرك ووقف في النص تبدا برضو تحمل عليه، تقول له لسه انا مش محتاج كده، لسه انا محتاج اكتر من كده، فراح اليمه الثانيه خالص تطبطب عليه، برافو ماشي تبارك الله. عارفين طبعا توصل بيعضعض كده كده، انا بكافئه دلوقتي، بكافئه باكل دلوقتي تمام. انت دلوقتي في امان في الايه؟ في التعامل معاه. طيب اليمه الثانيه هتروح برضو تبدا تشاور، انا جاي من اللمه دي اهو، حرك يا عم طوسن، حرك، برافو ممتاز بس بارك الله. مش بكافئه عشان عايز اقعد، انا بكافئه عشان هو سمع كلامي في الامر الاولاني واتحرك، لكن هو صفات العضعضه دي هو فيه، بس هو الحمد لله مش هجومي. ده التمرين الاولاني مع الحصان، ان انت تعلمه احترمك وانت داخل عليه، ده التمرين ده مهم جدا جدا جدا. انا بفضل رب العالمين عايز اقول لك ان ده من اوائل التمرينات اللي بشتغلها مع الخيل، اي حصان اي فرس جبتها بتعامل معاها بالتمرين ده الاول. ليه؟ هيخليني انا مبدئيا في امان بس، ومش هكره الحصان، لان الحصان لما تبقى داخل ويحاول يأذيك او غيره انت بتبقى ايه بتكرهه يعني. طيب النقطة الثانية هو تمرين برضو لا يقل أهمية عن ده، وهو في نفس التعامل برضو. ارجع تاني، ارجع تاني، ارجع تاني، ارجع تاني، برافو برافو طوس. هو تمرين الاستسلام للضغط، لما اكون انا مزنوق مع الحصان مثلا في اليمة التانية وعايز اخلي الحصان يتحرك فالحصان يستجيب معايا ويتحرك مثلا، بس انا دلوقتي مثلا هزنوق نفسي مع طوس، بس عيب، بس دلوقتي هبدا ان انا هلمسه كده يتحرك، بص ومجرد ما حس ان انا بقول له اتحرك فالحصان اتحرك. طب لو الحصان مش فاهم كده اول ما المسه يروح زنقني اكتر، ازقه وهو يزق، انا ازقه وهو يزق، وممكن يتحول، لو حاولت تخرج من هنا سلت كده والحصان جنبك، ارجع تاني، ارجع تاني، ارجع ارجع، ومجرد ما هتخرج من الدايره بتاعته صرت عند رجله هيروح جاي رافصك برجله. فلازم تعلم الحصان ان هو يستسلم للضغط ده، وهقول لك برضو ازاي نعلم الحصان
ان هو لما اضغط عليه يبدأ ايه يتحرك. بس عيب سواء من الجنب ده او من الجنب ده، التمرين ده مهم جدا. طب لو الحصان زنقك مش عايز يتحرك، هتخرج من دايرته بس اقف بس لا، تبقى واقف في منطقة الامان اللي هي فين منطقة الامان. اسكت اهو، الحصان زنقني ومش عايز يتحرك، ازق فيه مش عايز يتحرك، ده كلام من العلماء في اللمة التانية، ازق فيه مش عايز يتحرك، خليك واقف هنا في منطقة الامان، ولا تروح ورا ولا تروح قدام لحد ما الحصان يحل عنك وايه ويفتح. تمام. طيب خلينا نشوف تمرين الاستسلام للضغط.